السيد الوزير حلمي النمنم وزير الثقافة، مساء الخير يا فندم. مساء النور، مساء الخير. أهلا بك. يعني ما نادى به الرئيس بالأمس لا يتأتى بمجرد بناء حجر، بناء كنيسة أو جامع، ولكن ببناء الشخصية. ماذا تفعلون أنتم في وزارة الثقافة فيما يتعلق بفكرة أن أنا أنزع فكرة التطرف من عقول الشباب؟ ده أنت خدت يعني نفس طويل. نعم، خدت نفس طويل يا أستاذ حلمي. طبعا يعني التطرف موجود والتشدد موجود والإرهاب موجود. الإرهاب بتحارب القوات المسلحة وبتحارب أجهزة الأمن، أما التطرف والتشدد فده مش دور أجهزة الأمن ولا دور القوات المسلحة، دور أجهزة كتيرة في البلد وعلى رأسها أو من بينها وزارة الثقافة. والحقيقة المشهد اللي حدث امبارح في الكاتدرائية أنا بعتبره مشهد دال لإمكانية محاربة التطرف والتشدد، إنه لما السيد رئيس الجمهورية يقول إن احنا هنبني مسجد وكنيسة في وقت واحد. احنا عارفين انه في احد افكار التشدد والتطرف انه لا يجوز بناء كنائس، وده يعني هم ليهم اجتهادات كتيرة وليهم كلام كتير في هذا الموضوع. الحاجة التانية انه لما السيد الرئيس امبارح قال كلام بالغ الاهمية، ان الاختلاف فريضة وضرورة الهية، ان الاختلاف والتعدد، وهنا الحديث عن الاختلاف الديني طبعا، الاختلاف الديني والتعدد الديني فريضة وضرورة، ضرورة إلهية ينبغي أن نقر بها وأن نقبل بها، والذي لا يقر بها ولا يقبل بها يبقى عنده مشكلة تخصه. وحتى لما السيد الرئيس تحدث وقال أنه يجي يهني الناس، هذا نوع من الحسن ونوع من الجمال، واللي بيقول غير كده يبقى واستعمل كلمة يخسارة. الحاجة المهمة جدا، انتوا بقى عملتوا ايه يا سيادة الوزير؟ يعني انتوا في وزارة الثقافة ماذا قمتم به للتنوير؟ يعني حضرتك وزير بقالك سنتين مثلا، ماذا قمتم؟ لا انا بقالي سنتين، انا بقالي بالضبط 15 شهر. طيب 15 شهر ماذا قمتم به من اجل التنوير؟ من اجل ايه يا فندم؟ التنوير، التنوير اللي له علاقة بالتنوير. احنا بنعمل في عدة جبهات، في الجزء اللي هو الثقافة النظرية على مستوى الكتب والندوات، وده موجود بيقوم به المجلس الأعلى للثقافة، لكن الجزء الآخر اللي هو خارج دائرة المثقفين ودائرة العاصمة اللي موجود في الأقاليم، احنا بنشتغل على نطاق واسع فيه من خلال الفرق الفنية والأنشطة الثقافية اللي موجودة في الفرق اللي بتجوب المحافظات، سواء في قصور الثقافة أو بيوت الثقافة أو حتى الأماكن اللي ما فيهاش قصور او بيوت الثقافه، احنا بنذهب اليها عبر التربيه والتعليم او عبر الجامعات او عبر وزاره التنميه المحليه. يعني سياده الوزير، يعني انت صحفي يعني شاطر وصحفي معروف ومفكر ومبدع، بصراحه هل انت راضي عن اداء وزاره الثقافه؟ يعني كم مثلا ثقافه جماهيريه، قصر ثقافه جماهيريه اتفتح مثلا، كان مقفول واتفتح، كم نشاط يعني كم مكان اتجدد، كم نشاط اتعمل؟ انا لا عايزه لا كتير يا فندم، لا كتير يا فندم، كتير يا فندم، كتير. كام يا فندم؟ نعم، كام عندكم ارقام يا سياده الوزير؟ لا يا فندم يكفي، احنا رحنا كل المحافظات الحدوديه في جمهوريه مصر العربيه لاول مره، احنا رحنا حلايب ورحنا شلاتين ورحنا ابو رماد ورحنا الاول مره مرسى مطروح ورحنا الوادي الجديد ورحنا سينا شمالا وجنوبا ورحنا النوبه ورحنا طشقه ورحنا ابو سمبل، رحنا كل ده يا فندم، ورحنا المنيا ورحنا اسيوط. لا رحنا ورحنا كتير. اذا حضرتك بتتكلمي على الانشاءات والمباني ده موضوع اخر، لان الانشاءات لما حضرتك تتكلمي على انشاءات ومباني يبقى بتتكلمي على ميزانيات وعلى فلوس. ميزانيتكم كام يا فندم؟ ميزانيتكم نعم، ميزانية كام يا سيادة الوزير؟ لا يا فندم مش المهم ميزانيتي كام يا فندم، انا 92.5% من وزارة ميزانية وزارة الثقافة بتروح مرتبات يا فندم. وضع صعب جدا. والمتبقي ده 92.5% من ميزانية وزارة الثقافة بتروح للمرتبات والأجور، ولا أستطيع أنا ولا رئيس الوزراء ولا أي حد أن يقرب منها. والمتبقي ده قد إيه؟ متبقي ده قد إيه يا سيادة الوزير؟ نعم، متبقي اللي هو 7.5% دي قد إيه؟ لا 7.5% مش كلها بتروح للنشاط، اللي بيذهب للنشاط يا فندم
ميزانية ما يذهب للنشاط الثقافي في وزارة الثقافة كلها 185 قرش لكل مواطن في مصر، يعني احنا بنتكلم في حوالي 150 مليون جنيه او 160 مليون جنيه في السنة؟ طوال العام، بيشملوا الأوبرا، بيشملوا المسرح، بيشملوا هيئة الكتاب، بيشملوا الترجمة، بيشملوا الأنشطة الفنية، بيشملوا كل شيء. لا طبعا ده رقم يعني لا يمكن ان هو يقيم اي شيء. لو احنا عايزين نحارب بالمعركة الثقافية ونحارب لنزع التطرف، ما اقدرش اعمله ب 150 مليون جنيه، يعني صراحة وضع صعب جدا. طيب انت عايز تعمل ايه؟ يعني ايه اللي انت بتحلم بيه انك تعمله في المرحلة القادمة؟ لا اللي انا بحلم بيه اشياء كثيرة جدا، سواء في الداخل او في الخارج. في الداخل ان احنا نعمل ان دلوقتي مصر كان عندها الريادة، ان عندها دار الاوبرا المصري، احنا عايشين على دار الاوبرا اللي انشاها الخديوي اسماعيل. الان دلوقتي بقى في كل دوله عربيه تقريبا دار اوبرا، نحن بحاجه لان ننشئ عده دور اوبرا في انحاء الجمهوريه، لانه احنا نسبه القراءه عندنا ضعيفه جدا. اعلى كتاب في التوزيع في جمهوريه مصر العربيه ما بيوزعش 1000 نسخه في السنه، ما بيوزعش نهائيا 1000 نسخه، اعلى كتاب والاعلى توزيعا. وبالتالي لان نسبه الاميه مرتفعه والاميه الثقافيه مرتفعه، فالوسيله الوحيده ان احنا نوصل للناس هو الثقافة السمعية والبصرية. طبعا. يبقى أن أنا أوسع المسارح وأوسع النشاط الفني وأوسع النشاط الأوبرالي، وهذا محتاج ميزانيات ضخمة ومحتاج مجهود كبير. فيما يتعلق بفرق الثقافة الجماهيرية، إحنا نشطناها وبتشتغل وبتجوب المحافظات. المسرح إلى حد ما تحرك، لكن تبقى الأوبرا نحن بصدد إنشاء قريب جدا، هنحط حجر الأساس لدار أوبرا الأقصر، وان احنا ننتقل بهذا الفن لينتقل الى كل انحاء الجمهوريه، لان المتشددين والمتطرفين لما سيطروا على الشباب وسيطروا على البلد، سيطروا عليها من خلال الزوايا، اي من خلال الخطب اللي كانت بتتوزع في كاسيتات. فلا بد ان احنا رقم واحد ننزل للناس، وننزل للناس بنفس الطريقه اللي هي الثقافه السمعيه والبصريه. انما لو انا هقعد اعتمد على الكتب، بطبع كتب وبس، يبقى انا مش هعمل حاجه كبيره. أنا بشكرك سيد وزير الثقافة السيد حلمي النمنة.